اول سؤال من فئه الاسئله الموضوعيه محتاج مني اختار بديل من اربعه عايزك تبقى هادي جدا عندك ثبات انفعالي الوقت ملكنا معانا ثلاث ساعات بالكامل جوه اللجنه يبقى معنى كده ان وضع الامتحان ده عامل حسابه تحل في ساعتين ساعتين ونص ساعتين 25 دقيقه او 15 دقيقه يعني معنى كده معاك ساعه الا ربع او نص ساعه يعني على الاقل على الاقل بتراجع فيهم اسئلتك يبقى انا عايزك معنى كده ان ان انت تقدر تقول ان الاسئله اللي بتجي دي اسئله الحقيقه هتقيس مستويات اما اسئله في حصلت الاسئله السهله او في حصلت الاسئله متوسطه الصعوبه او الصعبه او بالغه الصعوبه مش عايزك تتخض منها لان ما بيجيش منها كتير في الامتحان لكن قطعا هو عايزك تقرا السؤال تفهمه وتجاوب بناء على فهمك ليه مش على اساس الحفظ طيب بقول لك طوكيو انقره ابوجا يجمع تلك المدن انت جريت لي على البدايه يعني انت خلاص استقر في ذهنك كده ان الثلاث مدن دول موجودين في انهي ثلاث دول ولا تدي نفسك فرصه صغيره ده انا عايز كمان الحقيقه يعني افكر معاك بتفكير الطالب يعني انا لما بقرا السؤال انا كنفسي كمعلم بعد كده من واحد لعشرة اهو بعد بالراحه وانا بفكر كده بقرا تاني بس خلاص الرساله اللي في السؤال لمست معايا مع إيه الذاكرة بتاعتي والبنية المعرفية التراكمية في المادة وخلاص عرفت طوكيو في اليابان أنقرة دي موجودة في تركيا أبوجا دي موجودة في نيجيريا تمام طيب والمدن دي خدناها فين بسرعة وعشان كده بأكد تاني اهو في أول سؤال معانا على مهارة أول ما السؤال يجي لك لازم تبقى عارف تصنفه أنهي وحدة الأولى الثانية الثالثة الرابعة ولا في التمهيدي طب أنهي درس في فصول الوحدة الأولى لو هي في الأولى أو الثانية وهكذا أنهي جزئية بقى قرب يبقى يبدا من كل كده لحد ما توصل للجزء عشان تعرف مع السؤال ده كان في الوحده الاولى في درس الدوله والامه والفرق بينهم والعاصمه وكده والعواصم ايوه الجزئيه بتاعت العواصم دي تعال نشوف بقى هو بيقول لك يجمع تلك المدن يجمعها يعني عايز وجه تشابه يا ترى جميعهم عواصم لدول بمواقع استراتيجيه يعني طوكيو دي موقعها استراتيجي في دوله اليابان يبقى دوله اليابان موقعها استراتيجي بتدل على مضايق كده طب ماشي أنقرة دي في تركيا وعندك أنت في التاريخ مضيق البسفور والدردق ماشي ده أبوجا في نيجيريا فين الموقع الاستراتيجي؟ ما بتطلش الحقيقة نيجيريا على ها مواقع استراتيجية أو مضايق تمام ولا عندها قناة ملاحية زي قناة السويس وكده طيب ولا جميع تلك المدن جميعهم عواصم تم اختيارهم لسهولة الوصول سهولة الوصول يعني كلهم كده تم اختيارهم عشان لا ده انت هتلاقي ابوجا عشان الحمايه والدفاع انقره حمايه ودفاع لكن طوكيو ده هي اصلا كانت عاصمه قديمه اسمها كيوتو جوه الدوله ضحوا بالامن والبعد الامني وبعيد النزاعات وصعب احتلالها وراحوا واخدين طوكيو في شرق الدوله بتطلع على المحيط الهادي عشان وضع اليابان اختلف عن زمان بقت قوه اقتصاديه وتكنولوجيه مخيفه ولها علاقات شتى على مستوى العالم فعايزين ميناء كبير بقى ومركز تجاري حضاري يقدر يستوعب فعاليات هذه الدوله في كل المجالات السياسيه والاقتصاديه وهكذا. طيب. ولا يتشابهون مع القاهره في العمق الجغرافي يعني هم التلاته موجودين جوه يابس الدوله بعيد عن السواحل طب ما عندك طوكيو ده هي على الساحل مينا. ولا متشابهين في البعد الزمني كونهم عواصم؟ البعد الزمني ايه؟ يا هما التلاتة من زمان بيلعبوا دور عاصمة يا هما التلاتة لسه من قريب بيلعبوا دور عاصمة يبقى عواصم مستحدثة أقدر أصنفهم هما التلاتة إما عواصم قديمة أو عواصم حديثة طب عواصم قديمة لا طبعا هو مش قدام زي القاهرة وروما وباريس ولندن اه يبقى على طول هم في البعد الزمني بس عشان من حداثة اتخاذهم عواصم يبقى دي عواصم مستحدثة طوكيو كانت الأول من فترة قريبة كيوتو بقت طوكيو أنكرة كانت الأول اسطنبول بقت أنكرة أبوجا كانت ليجو الزمان ومن فترة قريبة غيروها أبوجا داخل الدولة بعيدا عن السواحل